الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة سنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لم يسأل يذهب الصالحون الأول فالأول ما من رجل يصلي علي 100 مرة إلا غفر له فمن صلى عليه يوم الجمعة 80 كاملة غفرت له ذنوب 80 سنة كاملة من صلى عليه ليلة الجمعة 100 مرة على التمام غفرت له ذنوب 200 عام من صلى عليه في الليلة الغراء واليوم الأزهر دعا له عليه الصلاة والسلام بنفسه واستغفر من صلى عليه يوم الجمعة وتوجه أذهب الله همه وفرجه من أكثر الصلاة عليه واجتهد كان إلى الله أقرب من الروح للجسد من أكثر الصلاة عليه واستوفى فقد اكتال بالمكيال الأوفى من أكثر الصلاة عليه واعتنى أدرك القصد والمنى من أكثر الصلاة عليه مساء وصباحا صلت عليه الملائكة غدوا ورواحا من أكثر الصلاة عليه وكرر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من أكثر الصلاة عليه وهو راحل قربت منه المنازل من أكثر ذكره عند النوائب هانت عليه المصائب من أكثر الصلاة عليه في الدنيا رافقه في الفردوس الأعلى اللهم اكتب لنا مرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى الذي قلت في شأنه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر
وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون
جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له، عدد ما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.